كنت أحضر أفلام بروسلي، فكنت أحب أحضره كل يعني لما يطلع فيلمه، فكنت أقعد ساكت وأنا بحضر ومركز عليه تركيز يعني، فأحاول قلت حركاته ما كنت أقدر إني تزبط معي. صراحة أنا لما كنت صغير كنت أخاف. أنا بسوريا نحس السكان بسوريا عانوا كثير، وأنا أحد من الشباب. سوريا لما صارت المشاكل فلجأنا إلى ريف حلب، لجأنا هناك عشنا في أمان. كمان المشاكل صارت بريف حلب، كان في تيجي طيارات تضرب، وكانت نشوف يعني العساكر ودنيا يعني. ثاني لما كنت أول ما أجيت على الأردن كنت أشوف طيارات الأردنية تطير من فوقنا، كنت أخاف. فهنا بالأردن بالمخيم مرة من الأيامات صار عرض تايكواندو في ملعب كير، فظليت طالب تايكواندو لحتى إجا المدرب. لما إجا أستاذ عاصف على المخيم يعني شفت بوجهه يعني السعادة، يعني كان يدرب بعد التدريب بالاستراحة يمزح معنا، فكان يعطينا مثلا أمثال وقدوة، يعلمنا شغلات كثيرة، مو يعلمنا بس التايكواندو. وبدأنا فيها، وأول لاعب التقيت فيه وائل، قال لي أنا حابة أدرب تايكواندو من الأول، قلت له أنت أول لاعب عندنا في النادي، وبدأنا مشوارنا. تي هي القدم، كوان هي قبضة اليد، دو هي العقل. عندي أطفال سوريين يتدربوا في النادي، فشوف كنت أحس التغيير عليهم، كيف سلوكهم تتغير، كيف معنوياتهم ترتفع. ما بيكون فيها غرور، سرها بيكون حب والتعاون بين اللاعبين. فإجا أستاذ عاصف كمان ورقة، فالورقة مكتوبة بالإنجليزي، أنا ما بعرف الإنجليزي يعني مش فاهم شيء. يعني بصراحة يعني ما عاد أصدق، مش عارف يعني أطلع بالكابتن هو مبسوط وأنا مبسوط. بالنسبة لمعاناة اللجوء اللاجئين، وخاصة إحنا نحكي عن موضوع وائل ما يكون يعرف إيش عن الرياضة والتايكوندو إلى أن يصل إلى أعلى مراتب التايكوندو في العالم. حاول كمل، لو وقعت قوم ضل امشي، هدف إن شاء الله. عندي أحلام صراحة يعني، ثالث شغلة بأحلم إني بشوف سوريا تكون خلص راح المشاكل فيها، ونرجع على بلادنا، بحب إني أرجع عليها. إني أول شغلة إني أوصل الأولمبياد.